السلام عليكم. تاني واحدة في ال أو تالت واحدة في الفلاريال وورم اللي هي اسمها اللوا لوا، ويا ريت محدش يقول عليه اللوا لوا. اللوا لوا افريكان اي وورم او ليويزس، دي بارازايت موجودة في التروبيكال افريكا ويست اند سنترال بارت في افريكا، تمام. موجودة في امريكا برضو، سنترال اند ساوث امريكا، موجوده في اليمن، موجوده في السعوديه، اللي هي اسمها اللوا لوا او الافريكان اي وورم. ده الادلت وورم المورفولوجي بتاعها بتبقى عامل ازاي. الميل بيبقى زي ما احنا متعودين اصغر من الفيميل. الفيميل بتاعت كل النماتود تقريبا بتبقى اطول من الميل، وبتبقى البوستيرير اند بتاعتها بتبقى ستريت، البوستيرير اند بتاعت الميل بتبقى كيرف. الفيميل هنا اوفي بيرس بتحط الاجز، وعلى طول الاجز دي بتدينا حاجة اسمها ايه، تديني اللارف. ده هو الفيكتور بتاع اللوا لوا اللي هو اسمه ايه، اللي هو الفلاي دي اللي هي اسمها كرايسوبس. الفلاي ديت بتقرص او البريودستي بتاعتها بتبقى بالنهار، عشان كده اسمها ديورنال بريودستي، وبينعكس الانفكشن او ظهور الانفكشن في الجسم لنفس الرزم اللي بتظهر فيه الفلاي في الانفايرومنت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لما تيجي الفلاي دي تقرص بالنهار، فالمايكروفلاريا بتبقى موجودة في الدم في الوقت ده. يعني انا لو حبيت اعمل بلاد اكزامينيشن للعيان علشان اشوف عنده لوا لوا ولا لا، هاخد بلاد سامبل بالنهار ولا بالليل؟ لا، انا هاخدها بالنهار علشان الرزم بتاع المايكروفلاريا بتبقى موجودة في البلاد، بتسيركيليت في البلاد بالنهار وبتستخبى في التشو عندنا زي اللونج مثلا بالليل. مهم قوي نعرف ان هي ديورنال بريوديسيتي. الكلينيكال بيكشر بقى بتاعت اللوا لوا، احنا زي ما احنا عارفين هي دي بارازايت بتبقى موجودة في السبكوتينيا ستيشو، وبتطلع المايكروفلاريا بتاعتها في البلاد. يبقى اللوا لوا دي واحدة من النيماتود اللي هي سبكوتينياس فيلارياسيس، ماشي. هي موجودة سبكوتينيس، جات لي عن طريق ايه؟ جات لي عن طريق البايت او القرصة بتاعة الكرايسوبس. يبقى انا مين هو الديفينيتيف هوست هنا؟ الديفينيتيف هوست هو الهيومن. طب ومين هو الانترميديت هوست اللي هو الكرايسوبس؟ ليه الديفينيتيف هوست هنا هو الهيومن؟ علشان الادلت موجودة عندنا وبيحصل ميتينج بين الميل والفيميل في السبكوتينيس تيشو بتاع الهيومن، خلاص. طيب ايه اللي بيحصل لما تبقى المايكروفلاريا موجودة في البلاد؟ بتيجي الكرايوسوبس دي وبعدين تاخدها، خلاص. وزي ما شفنا قبل كده في الانكوسيلكا بتروح على الهيمولينف او والهيموسيل بتاع الفلاي، وبعدين تروح على الثوراسيك ماسل، وبعدين تروح على الماوس بارت. اثناء الرحلة بتاعتها جوه الفلاي دي اللي احنا بنقول عليها دلوقتي بيحصل ايه؟ بيحصل لها ماتوريشن. بعد ما كانت واخداها مايكروفلاريا بتحصل لها ماتوريشن وتتحول لثيرد ستيج لارفا. يبقى الانفكتيف ستيج للهيومن هي ايه؟ هي الثيرد ستيج فلاريفورم لارفا، الانفكتيف ستيج، خلاص. اللي هي دي بتدخل عن طريق الماوس بتاع الفلاي، لما بتيجي تعمل بايتنج للهيومن بتدخل عن طريق السكن، وبعدين تروح على فين؟ تروح على السبكوتينيوس تيشو، خلاص. عرفنا اللايف سايكل وفهمناها كويس. نتكلم بقى على الباثوجينيسيس والكلينيكال بيكشر. اول حاجه خالص هي ايه اللي حصل بعد ما حصل ماتوريشن في السبكوتينيوس تيشو؟ حصل سب كونجنكتيفال مايجريشن. تخيل ان في وورم موجوده في السبكوتينيوس تيشو بتلف الجسم كله، خلاص. اكتر مكان هتبقى واضحه فيه قوي، اكتر مكان هتتشخص فيه لما تعدي على مكان شفاف.
اللي هو ايه؟ اللي هو الكونجنكتايفا اللي هي موجودة عندنا في الاي، الطبقة الخفيفة خالص الشفافة اللي موجودة عندنا بتحمي العين بتاعتنا من بره. ممكن نشوف الورم نفسها ماشية تحت الكونجنكتايفا خلاص. بالنهار يا جماعة ولا بالليل؟ احنا قلنا هي الرزم بتاعها اثناء النهار، زي ما احنا شايفين الصورة دي بالظبط تحت الكونجنكتايفا. شايفين الادلت وورم دي النيماتود اللي اتكلمنا على طولها وعرضها وان هي بتبقى الفيميل اطول من الميل، هي دي الورم اللي كنا بنتكلم عليها موجودة تحت الكونجنكتايفا. طيب هي موجودة تحت الكونجنكتايفا وقلنا دي اكتر مكان هتتشخص فيه. ممكن تبقى موجودة تحت السكين، هي مش شفاف وكل حاجة بس عاملالي سويلينج. سويلينج ده اسمه كالابار سويلينج. تمبرال ليه؟ تمبرال ليه مؤقت؟ علشان احنا قلنا هي سمة من سماتها او صفة من صفاتها الاساسية ان هي بتعمل ايه؟ بتعمل مايجريشن. يبقى تمبرال فوكاي اوف انفلاميشن، اثناء وجود الورم ده استقرت لبعض الوقت كده هتعمل لي انفلاميشن، which appear as swelling of up to 3 centimeters in size that appear in hands, forearm and skull lasting from few hours to several days. من شوية ساعات لبعض ايام وبعد كده بيروح. ليه؟ علشان الورم دي عملت مايجريشن. امتى ما يروحش السويلنج ده؟ لو حصل death للورم وعملت ابسس. It may be accompanied by localized urticaria and pruritus. It is due to immune reaction to parasite. يبقى الاتنين دول اللي بيعملوا لي ايه؟ الادلت وورم بتعمل لي subconjunctival مايجريشن وبتعمل لي كالابار سويلينج اللي هو الشكل اللي احنا شايفينه ده، عندي سويلينج ومعاه برضو انفلاميشن وارتكاليا. تالت سيمتومز هتعمل لي ايه؟ تعمل لي كومبليكيشن. امتى بقى يحصل الكومبليكيشن؟ لما هي تروح للسي ان اس. الكومبليكيشن ان هي تروح ليه؟ تروح للسي ان اس. ممكن تروح طبعا للهارت وممكن تروح للكدني ودي هيعمل لي مشاكل كتير. هشخصها ازاي يا جماعة؟ انا عندي زي ما كنت بشخص الانكوسيركا انا هعمل ايه؟ اول حاجة خالص انا عندي هيستوري وكلينيكال اكزامينيشن ولاب انفستيكيشن. هيستوري الراجل ده جاي من انديميك اريا زي ما احنا قلنا فيها اماكن معينة بتبقى مشهورة بوجود اللولو ده، طبعا علشان وجود الفيكتور واللايف سايكل بتاعتها بتكمل في المناطق دي. الكلينيكال ساين والسيمتوز طبعا الدياجنوستيك سيمتومز عندي لما يبقى عنده كالابار سويلينج ان انا اشوف الورم ماشيه تحت السكين، سويلينج كل شويه يروح ويجي، ورم مش ماشيه تحت الكونجنكتايفا او ان انا يجيلي ورم موجوده في السي اس اف. طيب اللاب دايجنوزيس هعمل ايه؟ طبعا اهم حاجه هتشخصها دايركت هشوفها بعناية فين. ممكن اشوف المايكروفلاريا فين يا جماعه؟ في البلاد. بالليل ولا بالنهار؟ النهار طبعا علشان ده الرزم بتاع المايكروفلاري. ممكن اشوف الادلت لو انا خدت من الكالابار سويلنج ده بايوبسي. طيب اندايركت طبعا ان انا اشخصها بالاميونو دايجنوزيس اللي هو السيرولوجي، موليكولار دايجنوزيس زي البي سي ار، ممكن طبعا اعمل له سي بي سي الاقي عنده الايزينوفيلز اللي هي نوع من انواع الوايت بلاد سيلز الاقيها عاليه جدا. تمام. ممكن طبعا اعمل راديولوجي اشوفها بالالترا ساوند. مهم قوي اعرف الهابيتات بتاعتها، اعرف ان هي ديورنال بريودستي، اشوف المايكروفلاريا واعرف شكلها عامل ازاي والفيكتور بتاعها اللي هو الكرايوسيبس، والعلاج بتاعها يا اما بديلها ايفرميكتين يا اما بديله الداي اسايل كاربامازين زي الانكوسيركا فولفوس.